مرحبا. حجمها صغير، استعمالاتها كثيرة ومفيدة، ولكنها بتشكل خطر على الإنسان والبيئة. أكيد عم نحكي عن البطارية، لأنها بتحتوي على عناصر بتسبب سرطانات واضطرابات هضمية وعصبية وتنفسية، وبعد استعمالها أكثرية العالم بكبوها يا بأكياس النفايات أو بالشوارع والأراضي الزراعية أو بالأنهار والبحار. والطرق الثلاثة مضرة بالإنسان وبالبيئة، لأنها يا بتوصل على المي وبتلوثها أو بتتبخر وبتضر بالبيئة. كرمال هيك كثير مهم جمع وإرسال هالبطاريات بعد استعمالها لمعامل المعالجة ليتم فرزها وإعادة تدويرهم للحد من الأمراض وتلوث البيئة.